صباح الخير عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم طارق ابراهيم النهارده على قناتي على اليوتيوب، او ممكن هتشوفوا الفيديو برضو على الفيسبوك بيج. الفيديو بتاع النهارده مخصص اكتر للناس اللي عايشين في امريكا، بس برضو اللي حابب يفهم فكره البيوت وفكره الاسعار والحاجات دي برضو بياخد فكره قبل ما يجي. انا الموضوع عامه هو موضوع بيشغلني انا شخصيا، وفي ناس كتير كانت بتسألني عليه او كنا بنتكلم فيه او بنتناقش فيه اكتر من مرة. وعملت الفيديو ده خاصة عشان جاسمين نجيب وصفحتها جاسمين في نيويورك عاملين موضوع كده للنقاش، بيتكلموا عن يا ترى نشتري البيت ولا نأجر. فانا انتوا عارفين انا برضو مش بعرف اكتب في البوستات قوي، وبحب أسجل فيديو أفضل، ممكن بتكلم براحتي أقدر أوصل المعلومة بطريقة أفضل يعني. المهم هنبدأ الفيديو. عامة رقم واحد كده كده لو أي حد بيتكلم في العام يا ترى الشراء أفضل أو الإيجار أفضل، فطبعا رقم واحد هنقول على طول الشراء بيعتبر أفضل بالنسبة للي عايشين هنا في أمريكا. أفضل في إيه؟ لأن في العام انت لما بتكون بتأجر او بتدفع الرنت او الايجار الشهري للمستأجر او صاحب البيت، انت على اعتبار ان انت بتدفع المورجج بداله، يعني انت بتديله الايجار ده هو بيدفع بيه المورجج، فانت بتدفع المورجج بداله. فبدل ما انت تدفع المورجج لشخص تاني، ليه ما تدفعوش في بيتك، في بيت ملك يبقى بتاعك في خلال 30 سنة والكلام ده كله، بتدفع الفلوس او الايجار اللي انت بتدفعه في حاجه ملك ليك، وبتعتبر استثمار. لان البيوت هنا زي في اي حته في العالم اسعار البيوت بتزيد، او حتى لو ما زادتش، انت واخد، انت مثلا هنقول انت اشتريت بيت ب 400 ألف، فالبنك شاريهولك ب 400 ألف، جيت بعد 5 سنين اللي هو في المجمل يعني يفضل ان الناس ما تبيعش قبل 5 سنين، تيجي انت مثلا فكرت تبيع او تعمل، فانت استثمرت فلوسك في قلب البيت. هنقول مثلا بقالك في ال 5 سنين دول دفعت مثلا 60 ألف او حاجة، فهيترجع لك الفلوس وتحطها داون بيمنت مثلا في بيت جديد، فانت مستفاد. فخلينا كده على نور في الاول كده، الشراء افضل من الايجار، لانك انت تعتبر بتستثمر فلوسك في المورجج دي، زيك زي مثلا يعني بتسميها invest in your money في ملك يعني في بيت. الإيجار معلش بعد 5 سنين هتكون دفعت 60 أو 70 ألف، خلاص مش هيرجع لك منهم حاجة، تقدرش تضيفهم في ضرايبك، ما تقدرش تستفاد منهم بأي حاجة. بس في بقى مشكلة بقى بتجيلنا، يعني طبعا ما كل يقول الله طب ما حلو خلينا كلنا نشتري، أنا ليه أجر؟ ما هي الفكرة مش بالسهولة دي. يعني أنت أول حاجة عشان تشتري بيت ليها شروط معينة، وليها وفي اكتر من نوع من انواع الـ القروض او اللونز، وكل شخص بيبقى ليه لون معين، وكل لون بيبقى ليه نسبة فايدة معينة، وكل لون بيبقى ليها شروط معينة للشخص اللي هيشتري. لازم يكون ليه دخل معين، لازم يكون عنده كريدت سكور معين ما يقلش عنه عشان البنك يضمن، لان انت هو الموضوع البنك بيروح يشتري البيت بدالك، وانت بيبقى اسمك بتسدد الفلوس للبنك عن طريق البنك، تمام؟ فهو البنك بيبقى هو بيسلفك، تمام؟ فعشان انت البنك اصلا يسلفك، لازم انت توافي الشروط ان هو يسلفك. هرجع بقى لقصتنا بقى اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، اشتري بيت ولا اجر في 2023؟ هفضل برضو على نفس كلامي، لا طبعا اشتري وانا في 2023، بالرغم من ان اسعار البيوت زايده جدا. البيوت اللي كانت ب 200 و 300 الف بقت داخله في 400 و 500 الف، ومش عندنا احنا بس، لان طبعا زي ما قلت في اكتر من فيديو ان احنا من الولايات اللي سعر العقارات فيها غاليه جدا. احنا نيويورك ونيو جيرسي على طول الاسعار فيها غاليه، لان طبيعه الحياه، طبيعه الضرايب، طبيعه البلد نفسها مختلفه عن البلاد التانيه. بس انا طبعا واحد من الناس كنت بفكر ان انا مثلا ابيع البيت اللي انا فيه واروح لبيت جديد، بس عمال افكر طيب يا ترى اشتري في نفس الولايه هنا ولا اشوف ولايه تانية. فكنت في نفس الوقت بشوف في فلوريدا حتى،
وكنت شايف الاسعار زايده فعلا. بس اللي انتوا ما تعرفوش ان الاسعار بدات تنزل شويه. غير كده كمان الانترست ريت او الفايده اللي على البنك اللي انت بتاخدها، يعني انا بقالي مثلا 3 شهور كنت عمال ابص، يعني متابع الماركت. اول ما بدات ابص كان الماركت واصل ل 8% فوائد، الفايده نزل وصلت ل 5 دلوقتي. فالفكره ان الناس يقول لك لا استنى ل 2025، مفيش. الاستاركس بتقول ممكن الاسعار فعلا تنزل وممكن الفايده برضو تنزل، لان كل حاجه متاثره، يعني البلد متاثره في زياده الاسعار وكل حاجه. نفس الكلام في السوق العقاري، بس مفيش حد، يعني مفيش حد عنده البلوره السحريه اللي هتقول له يا جماعه الاسعار هتنزل قدام. محدش يعرف، ممكن الاسعار تنزل او تزيد او تقل. احنا ملناش، مش ما يشغلناش الموضوع ده. انت اشتريت البيت، في حاجات كتير بتحصل ممكن انت تقدر تلعب فيها في المستقبل، تلعب فيها يعني، مش تزورها يعني. لا انت مثلا هنقول اشتريت البيت السنه دي، بعد سنتين شاري انت البيت بفايده 5%، ممكن بعد سنتين بتشوف بنك تاني عنده اوفرز مثلا، يقول لك والله انا عندي اوفر اعمل لك ريفاينانس وهدي لك فايده مثلا 3% 4%، تمام؟ فانت ساعتها بتعمل ريفاينانس. وطبعا ريفاينانس دي مش ببلاش، ريفاينانس دي بتعمل زي اعاده، البنك بيشتري لك البيت. زي مثلا في بعض الناس، ما اعرفش، مش عاوز اتوهكم يعني، الناس مثلا بتبقى واخده كريدت كارد وعليها فلوس كتير الكريدت كارد، وبدا الانترست ريت بتاعها يعلى. بدل ما هو كان مثلا بيدفع 200 في الشهر، يجي يلاقي واخدين منه فوائد $100 $200 زياده. ليه يا جماعه ده انت كنت مديني فري؟ اقول لك ما 12 مانث عدوا، فانت خلاص ما عندكش فري، لا اما تدفع كل اللي عليك لا اما هتفضل تدفع الفايده. فانت بيظهر قدامك اوبشنز تانية. الاوبشنز التانية انت بتروح بنك تاني تقول له والله يا جماعه قال عليا دين ب 8000 على كريدت كارد، ما عندكش اي ديل مثلا، يقول لك اوكي انا هاخد منك، هشتري من البنك التاني كل اللي عليك، بس بشرط بعد 12 شهر الفايده هتبقى الضعف. يعني بدل ما انت كنت يعني انا في البنك اللي انا فيه بدفع 100 او $200 فايده، هتيجي بعد 12 شهر في البنك التاني لو انت اتزنقت هتدفع $400. طبعا الناس بقى تيجي تقول الله ايه ده، طب هو البنك مستفاد ايه لما هو هيدفع بدالي والكلام؟ لا مستفاد، لانك انت برضه هتتزنق وهتيجي في الاخر تدفع الدبل وهو هيعمل فلوسه اللي هو دفعها لك. والله دفعتها له فهو استفاد برضه ايه بالبالانس ترانسفير في اللي هي الفيز اللي انت دفعتها عشان تنقل من بنك لبنك. فهو نفس الكلام، عشان تعمل ريفاينانس تبع البنك هتيجي تدفع حاجه اسمها الكلوزنج كوست. الكلوزنج كوست دي اللي هو اللي بتقفل البيعه، يعني اول ما بتيجي تشتري فانت هتعملها تاني، فبتضطر تدفعها ممكن على حسب بقى البيت 20000 30000 كنت دافع، فبتدفع الكلوزنج كوست. تمام. بس هتستفاد ايه؟ هتستفاد المورجج بتاعك بيبقى اقل والفوائد بتبقى اقل في السنين اللي جايه. بدل ما انت كنت بتدفع فايده 5 او 6% بقيت مثلا 3 و 4%، فانت برضو مش خسران. نفس الكلام بالنسبه للكومنت اللي شفتهم على الجروب عند جاسمين، كانوا بيتكلموا طب الفكره، طب انا لو اتزنقت بعد 6 شهور ومش عارف ادفع المورجج، ما هو نفس الكلام. حضرتك لو بتدفع ايجار وبطلت ما قدرتش تدفع هتطرد من البيت، هو نفس الكلام. يمكن في البيت بيبقى انت دافع تأمينات في الاول، ممكن يبدأوا يسحبوا من التأمينات اللي انت دافعها دي. يعني انت بتبقى دافع مثلا 4 شهور مقدم، غير ان في تأمينات بتبقى البنك بيبقى واخدها في الكلوزنج دي وانت دافعها، تقدر تسدد عنك لغاية ما انت مثلا الزنقة بتاعتك تفك وهكذا. فزي ما انا عاوز انهيه في اخر الفيديو، يعني ده رأيي الشخصي، ان الافضل ان انت تشتري اكتر من ان انت تأجر، عشان الفايدة المستقبلية ان انت على الاقل بتدفع فلوس في ملك، فانت you invest in your money. انما انت لو مأجر السنتين اللي عدوا دول ولا استفدت حاجة. يعني انا مثلا كان في ليا 3 سنين قبل ما اشتري البيت مثلا كنت بأجر، قول مثلا دفعت في حدود مثلا $60,000 ولا حاجة، راحوا ما استفدتش بيهم في حاجة. كان ممكن دول لو انا كنت بدفعهم في مورجج مثلا قولوا كان هيتاخد منهم مثلا 30 40000 والباقي مثلا فوائد راحت. بس على الاقل انت لو شاري بيت ب 400000 اديك دفعت منه 40000، فاهمين؟
مع 60 ألف تانية دي 100 ألف، فأنت كنت مستفاد. إنما في الإيجار فلوس رايحة ومش راجعة وما بتستفادش منها. أتمنى تكون الفكرة وضحت والناس استفادت من الفيديو. لو عندكم أي سؤال أو حابين مثلا نتكلم في الموضوع بتفاصيل أكتر، اكتبوا لي كومنت وابعتوا لي، وأنا نتكلم عن الموضوع بطريقة مفصلة أكتر في فيديو جديد. لو شفتين آخر فيديو شكرا ليكم، ما تنسوش تعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان تشوف كل جديد. السلام عليكم.